أحسن الله لكم المصاب بهذا المصاب الجلل. متابعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة أو تغطية خاصة عن مصاب الإمام موسى الكاظم، وهذه العبارة التي نستقبلها وأيضا تكون عبر للعالم أجمع بما ضرب لنا أمثال كثيرة من أمثال الإمام عليه السلام في التقوى والورع وأيضا الإنسانية والتآخي والحب والسلام، السلام الداخلي. كل هذه الصفات العظيمة التي تمثلت بشخصية الإمام الحسين، الإمام علي ابن الإمام علي عليه السلام، الإمام الكاظم أولاد فاطمة عليه السلام. أنا عملت اسم متابعينا الكرام تكبيرا لهذا الموضوع ولهذا الحزن العميق. هم كل هذه السلالة من سلالة الإمام علي عليه السلام هم أبناء فاطمة عليه السلام. إذا متابعينا الكرام، مستمر معكم في هذه التغطية الخاصة، نستقبل في هذه الفقرة تعازيكم بهذا اليوم وهذا المصاب الجلل. معكم في أول اتصال هاتفي. ألو ألو. نعم حبيبتي. نعم ألو. يسعد صباحكم. ألو ألو. يسعد صباحكم عزيزتي. يسعد صباح الستمائة حبيبتي الغالية، الصوت مو واضح معانا. حبيبتي ستمائة صباح الخير. يسعد صباحك يا الغالية، حبيبة قلبي الغالية. اليوم والله العظيم من شهر العاشر ديك السنة أحاول عشر سنة اللي حصلت حبيبتي. يا حياتي الله وأهلا وسهلا بيك. اليوم يا عزيزتي هي ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. يا ريت لو نستغل هذه اليوم الفترة نستقبل بها التعازي، وأيضا تكون هي أداة تواصل بيننا وبينكم متابعينا الكرام. منو معانا؟ فقدنا الاتصال. طيب إذن متابعينا الكرام، مستمرين معكم في هذه التغطية الخاصة. وقبل أن نذهب إلى أخلاق الإمام الكاظم وكيف كانت صفاته وكيف كانت الحج والعبادة وغيرها من هذه التفاصيل، رايحين معكم في اتصال هاتفي حول هذه التعزية. نعم معنا اتصال هاتفي آخر أيضا. ألو ألو ألو. يسعد صباحكم. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام. قناة زاكروس. أي نعم قناة زاكروس معاش، تفضلي. أهلا وسهلا سيد. نعم حبيبتي، اليوم ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. يا ريت أنه تكون هي اليوم ذكرى، نحاول أنه يعني نأخذ كل ما يعنى بالديانة والصلاة وكل ما له مسائل عبادة. يا ريت أنه يكون هذا اليوم هو استقبال تعازيكم بهذا اليوم. نعم حبيبتي، أدنى نعزي العالم الإسلامي. أحسنتم. إمامنا موسى الكاظم عليه السلام. أحسنتم. وعندي بس مواليد اقدر اذكرها لو يعني. نحن يا عزيزتي قلنا اليوم هو يوم يكون، وانا يوم قوة والله حصلت. ما يخالف، من عيوني باشر تاخذيها وتدللين تأمرين امر. هو اليوم يوم خاص للعبادة يا عزيزتي. نعم نعم. شكرا جزيلا لك عزيزتي، حافظك الله، ان شاء الله على بكره تدللين من عيوننا. يا حياك الله. طيب إذن متابعينا الكرام، لقد ضرب الإمام الكاظم المثل الأعلى للعبادة، فلم يضارئه أحدا في طاعته وإقباله على الله، فقد هامت نفسه بحبه تعالى وانطبع قلبه في الإيمان العميق. في هذه الصفات أيضا الإيمانية، لقد شهد الإمام موسى الكاظم عليه السلام بوفرة عباده وعبادته وعلم أبوه الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، إذ قال عنه: إن ابني هذا لو سألته عما بين دفتي المصحف لأجابك فيه في علم. إذن متابعينا الكرام، في أسطر قليلة ننعى به شخصية الإمام الكاظم وورعه وعلمه وتأريخه الكبير، وعنده الحكمة والفهم والسخاء والمعرفة بما يحتاج إليه الناس، فما اختلفوا فيه من أمر دينهم ودنياهم، ويكفي لمعرفة وفرة علومه والعلماء الذين تحدثوا أيضا عن الفنون وعلوم الدين وغيرها مما ملأه به الكتب، وألفوا المؤلفات الكثيرة حتى عرف بين الرواة بالعالم. قال الشيخ المفيد أيضا: روى ويروي الناس عن أبي الحسن موسى فأكثروا عن هذه المواضيع. إذا متابعينا، مستمرين معكم في هذه التغطية الخاصة. نعم
إذن متابعينا الكرام، في أسطر قليلة كنا قد تحدثنا عن ورع ودين الإمام الكاظم عليه السلام في حادثة وواقعة، طبعا في حادثة وواقعة أيضا هي الأخرى قد ثارت انتباهنا متابعينا الكرام، أن الإمام موسى الكاظم كان هو الضليع في علم النجوم في حادثة أيضا مع هارون الرشيد، قال له يا أولاد فاطمة أنتم أدرى بعلم النجوم، لذلك نحن اليوم نربط بين علم النجوم والأستروجي وعلم الإمام الكاظم الذي كان وارع جدا في علم النجوم والفلك. لذلك تحدثنا متابعينا الكرام وقال له لك الأمان فيما تتحدث، طبعا هي واقعة أنا تحدثت عنها، ربطنا بين علم النجوم والفلك وأيضا في شخصية الإمام الكاظم. نعم، إذن متابعينا الكرام نتحول مرة ثانية من اتصالاتكم طبعا وحتى تعازيكم بهذا اليوم، ونزولا إلى رغبتكم في هذا الموضوع نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم مرة أخرى. نعم، في أول اتصال هاتفي آخر لنا أيضا. ألو. ألو، السلام عليكم. ألو، عليكم السلام والإكرام. شلون ست ميس؟ حياك الله وأهلا وسهلا. عظم الله أجرك. عظم الله لكم الأجر والثواب بهذا المصاب. أهل محمد. حبيبتي. تفضلي حبيبتي، تفضلي. تمام، أعتقد فقدنا الاتصال. تمام، إذن متابعينا الكرام مستمرين معكم في فقرتنا الصباحية تعازيكم، وأيضا من خلالها نتحدث عن علم النجوم، وأيضا متابعينا الكرام زحل ينتقل إلى مولود الحوت المائي، واقعة جدا مهمة متابعينا الكرام، أكيد من خلال هذه التفاصيل راح نتابعها معكم وننتقل مرة ثانية إلى تعازيكم وإلى اتصالاتكم. معنا اتصال هاتفي آخر أيضا. ألو. 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 السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، يا مرحبا. شلون اسميك؟ حبيبتي الغالية، أحسن الله إلك العزاء بهذا المصاب. أنا إيمان من واسط. حبيبة قلبي، منو معانا؟ إيمان من واسط. نعم، أهلا إيمان، شلونك؟ خير الحمد لله، أنت شلونك؟ حبيبة قلبي، الله يسلمك، بخير إحنا. أنا مواليد 2007. نعم. بشهر العاشر بداشيو. طيب، شنو حابة تعرفين عزيزتي؟ صاحب الأحلى نصف الزهر اسمي إيمان بنت سميرة. إيمان؟ بنت سميرة. سميرة. طيب أمونا شنو حابة تعرفين اليوم؟ عن الصحة والنصيب. عن الصحة والنصيب. إيش قد عمرك؟ أمونا. نعم، فقدنا الاتصال بأخت إيمان. نعم. طيب مستمرين وياكم متابعينا الكرام في تغطيتنا الخاصة عن اليوم، ألا وهو ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. معنا أيضا اتصال هاتفي آخر أيضا. نعم، إذن متابعينا الكرام بين العبادات والتقوى التي كان يقدمها الإمام الكاظم عليه السلام في بيت القداسة، وكانت هنالك طبعا عدة فقرات جدا إيجابية كان الإمام ملتزم جدا بها، ونتحدث أيضا عن عبادته وتقواه ونشأة الإمام موسى عليه السلام في بيت القداسة والتقوى، وكان شخصية جدا صابرة، شخصية جدا موالية لأهل بيت النبوة. مع هذه الأحداث متابعينا الكرام وربط شخصية الإمام الكاظم عليه السلام بعلم النجوم والأستروجي، يعني ما مدى تأثير هذه الواقعة بعلم الأفلاك، وكيف كان ممكن أنه حتى لإبراهيم الخليل عليه السلام وقائع جدا إيجابية وكبيرة في علم النجوم، ومدى تأثير تلك العبادات الكبيرة وعلم النجوم واتساعها، بدايات علم النجوم من وين كانت، وكيف كان أهل بيت النبوة يستخدمون هذا العلم الكبير والذي كان متمثل في البدايات من إبراهيم الخليل حتى الإمام موسى الكاظم عليه السلام. وفي وقائع جدا كثيرة كان الإمام يداوي أكثر بعلم الأفلاك والنجوم، وحتى تعرف على اختلاطات الطبع، وكيف كان في السابق يعني له توجيهات عدة في معرفة كيف ممكن أنه
يعني تداوى الناس، وكيف ممكن انه يعرف طباعهم واختلافاتهم، وكانوا يقوسون يعني يقيسون حتى السنين بهذه التفاصيل. بالعموم متابعينا الكرام، وبعدنا نتحدث عن علم الاستروجي ومدى تاثيره طبعا بالبشريه وخصوصا الافلاك. ونحن اليوم نتحدث أيضا على أنه زحل ينتقل في برج الحوت المائي، إذن هي فترات مائية جدا كبيرة. ننتقل مرة أخرى إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم معنا. أول اتصال أيضا آخر. ألو. ألو. صباح العافية. صباح النور. مية هلا بيش حبيبتي. شلون ستميت؟ حبيبة قلبي، أحسن الله إلك العزاء بهذا المصاب عيوني. والله عظمنا أجورنا وأجوركم. أحسنتي 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 عزيزتي، الله ما لك الأجر والثواب. منو معانا؟ والله أنه مع قلبي أنوار من الديوانية. أنوار من الديوانية؟ أي والله قلت صار لأدق وما حصل. حبيبة قلب الغالية حياك الله، وأهلا وسهلا بيك وبأهالي الديوانية. أنوار من زمان تتصلينا؟ اي والله صار رجقيد واتصلتني أكثر من مرة وانقطع الاتصال بعد ما حصلت. حياك الله، يا أهلا وسهلا بيك، يلا تفضلي أنوار. بعد قلبي ستمية سألت تشوفين برج وبرج أختي. يلا صار، خليني نشوف شنو أنتي. أنا أنوار بنت خيرية، مواليد 97 شهر 1/21. 21 شقد؟ 21/1. تمام، يلا أنوار بنت خيرية. إي وأختي الصغار بنت خيرية 93 شهر 1/11 بي. 11/1 11/1 يلا خلينا نبدأ من عندك يا أنوار. أي تمام نورة، حسب الخارطة الفلكية اليوم اللي متواجدة وحسب الأفلاك، طبعا أنا أتحدث بصورة عامة عن جميع الأفلاك اليوم، احنا دائما شنو نقول؟ نقول أنه حسب الخارطة الفلكية ومدى تأثير هذه اليوم تحديدا، هو يوم أيضا مهم متابعينا الكرام، على اعتبار أنه ذلك الزحل انتقل طبعا من الدلو الى الحوت، وهذه فترات جدا مهمه اليوم في حياه هذه الابراج. طيب حبيبتي ايه؟ انوار ايه؟ شنو تسالينا تحديدا انت؟ انا اسال عن قسوة عمصي، يعني اي شيء يحكي وهذا ما يصير. طيب انوار ايش قد عمرك؟ انا مواليد 97. تمام انوار، انا قبل كل شيء انت عندك علاقه يعني ما تمت منفصله؟ قبل اجى واحد حكى وما صارت. تمام؟ اي بس هسه لا. شوفي للفترات القادمه لجميع الابراج بصراحه في مسائل جدا ايجابيه تشهدها جميع الابراج، انا اليوم اتحدث بصوره عامه عن كل الابراج، لانه اليوم المربع الايجابي طبعا هو بالمقابل مربع ايجابي لكن قد يكون مائي مائي، لانه الزهره في الحوت وايضا زحل انتقل الى الحوت، ارتباط واقتران جدا جميل يخص جميع الابراج، يعني اليوم انا اذا حدثتك على انه هنالك نصيب وهنالك قران جدا ممتاز راح تشهدين الفترات القادمه، قد يكون شخص شوفي هو يا اما يكون وحيد امه وابوه او قد يكون شخص مسيطر على العائله او ذو هيبه، هذا اللي واضح معك بهذه الفترات. للفترات القادمه للفترات القادمة بس ركزي، شهر السادس تقريبا بدايات جدا إيجابية، لأن احنا من 1/4 راح نبدي تراجعات فلكية، هذه التراجعات لها تأثير جدا كبير على مدى الصورة الحقيقية لعلم الأستروجي ومدى تأثيرها، وأيضا طبعا احنا رايحين بمواجهات، لكن أكيد على الحلقات القادمة راح نتحدث عن المواجهات اللي راح تصل. بالعموم الفترات اليوم يعني تخصك تخص جميع الابراج، بما انه انت اليوم من الابراج اللي اتصلت في هذه الفتره المهمه جدا، اي هو نزول زحل. انا اليوم الحلقه خلينا نتحدث عن نزول زحل بالضبط في هذه المنزله اللي راح تعطي لجميع الابراج مسائل جدا حلوه. طبعا عانيتي من مسائل صحيه الان راح تبدا ان شاء الله بالانجلاء، يعني تعانين من مسائل صداع واضح وياك؟ اي صحيح. تمام حبيبتي؟ اي صحيح. للفترات القادمه بلشت الامور تكون ان شاء الله باحسن ما يعني ما يرام، وربما تشهدين انتكاسه بسيطه تتعدى هذه الانتكاسه، لانه نحن رايحين بصراحه متابعينا الكرام الى قرانات ومواجهات جدا كبيره ومهمه مع طبعا مريخ الجوزاء وزحل الموجود في برج مائي مع الزهره، لذلك ان شاء الله يا رب الامور بخير ما يرام. شهر السادس هو شهر جدا ايجابي لك وتشهدين بمراحل انتقاليه
كلش حلوه. هذا فيما يخص يعني طالع لك. ننتقل الى هي اختك شنو؟ شهر سادس؟ نعم شهر السادس. نعم شهر السادس زين من اقربائي غريب. لا هذه هذا الموضوع يا حبيبتي على القادم تتصلينه ممكن انه نفهمك وين، بس في نظره عليك واقعا هنالك نظره جدا واضحه هذه النظره. أي. تمام؟ زين اختي إيه طيب ننتقل الى ما اعرف فراس نكمل مع البرج الاخر ولا في اتصالات عندك؟ طيب يلا انطيني انطيني اختك. انطباع بتخيري، انطباع بتخيري 93 شهر الواحد 11. ايش قد عمرها؟ 93. 93 طيب يعني تحكي وادم بها وهاي وما تصير خطيه. يلا باعي اني بس فيما يخص انتظار اللي واضح مع انتظار طبعا حسب حركه زحل اليوم، انا اقيس حسب حركه زحل اليوم، هذه الحركه جدا ممتازه وبيها تفاصيل غير اعتياديه لهذه المواليد. انا بس اسال سؤال، هذه المولوده تعاني من مرض معين؟ مريضه؟ اي والله صحيح. تمام كلامي؟ اي صحيح. شوفي تراجع خطيه وتعبانه. باعي خل تسمع من عندي قضية لكل الآن عادة على الجو مباشرة ما نعطي أي تفاصيل ولا حتى أي علم يعني أو أي علاج، لكن هذه الفترات وذات هذه المولودة في ظل هذا الارتفاع خطر عليها. اسمعي من عندي دائما سورة مريم وعشبة مريم جدا مهمة للنساء، لأن هذا الموضوع أو هذه البنت ربما تشكل عندها حالات وربما تنتقل إلى مسائل تكون شوي أكثر تعقيدا. فيا حبيبتي اسمعيني كلش يعني شلون اقول، حاولي انه تفهمين انا شنو راح اقول. اي والله. تروح الى عشبه مريم راح تغليها ثم تاخذ من عندها ملعقه شاي قبل المساء قبل النوم بالضبط. أيوة. تمام وفي فتره الظهر خلي يكون ماده الدارسين علاج الدارسين. أيوة. هي صح اعشاب لكن لها تاثيرات غير اعتياديه في هذه الفتره، راح يستقيم الجسم والبطن وحتى المسائل التناسليه او ربما نقول المسائل النسائيه لانه هاي ربما تتطور مسائل ووضع نسائي جدا مهم عندها، فيجب عليها الانتباه في هذه الفترات، تمام حبيبتي؟ هذا فيما يخص هذا الموضوع. نجي نتحدث عن مسائل النصيب. معايا؟ انوار. انوار اعتقد هذه المولوده النصيب الاول ابدا ما راح يكون تمام معاها، يعني اخذي من عندي اخذي من عندي نصيحه. المولود النصيب الاول اللي راح يكون معاها هذه البنت ما تقبل به، لان انت تتابعيني هسه، هذا الموضوع مضر بيها، اول نصيب هذا هسه الفتره القادم ما راح تقبل به. يعني يقول لها الفلك انه ما تقبلين به. هذا اللي راح يجي ابدا ما تعمل به، على الفترات القادمه او ربما النصيب اللي راح يليه يكون هو الافضل، لان بصراحه يظهر معها جدا مضره من هذا الجانب. طيب يلا نروح لاتصال هاتفي اخر ايضا. الو 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 عظم الله لكم الاجر والثواب حبيبتي. مشكوره حبيبتي ممنونه، الاجر لكم والنا حبيبتي. حبيبتي الغاليه من معانا؟ معات ام عمار من البلديات. أم عمار أول مرة تتصلينه؟ إي عزيزتي متت على ما حصلتك، عيوني طلعت. يا عيوني تسلم عيونك الغالية أم عموري. ألف لا بأس عليك الغالية. حبيبتي عزيزتي أني عمري 70 سنة. العمر كله يا ربي. إي أشكرك، عندي مشكلة وأني صار كوما دا أخابر ما حصلت وأني واقعة دخيل عليك. حبيبتي عيوني إلك. خابريني لو تخابريني لو احدز يمك حبيبتي انقذي مريه، يعني انا واصله الى درجه اقتل نفسي. لا 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 الف لا باس عليك. تليفونك اتركي تليفونك بالكنترول مع الاخوان، وهسه انا بس اطلع ان شاء الله طالما الموضوع هالشكل يعني مصعد معك راح يكون اتصال من الكنترول عيوني لك، اما تتركين هاتفك من عيون نصار تتدللين عيوني معمار. الف لا باس عليك، كوني قوية كوني قوية حبيبتي ما يخالف معمار. شباب لا تقصرون ويا معمار تمام. يلا عيوني تمام. يلا يلا معانا اتصال هاتفي اخر ايضا. الو 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 ام رياض وياك من بابل. يا ام رياض شلونك الغالية؟ بعد روحي عظم الله أجل. عظم الله لك الاجر والثواب خية. بعد روح بعد قلبي شلونك ام رياض؟ بعد عمري ام رياض شلون 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 استقبلتوا اليوم؟ شنو كانت تعازيكم بهذا اليوم؟ اي والله قرايات عندنا ولبسنا سويت حزانه كل احنا. احسن الله لك العزاء حبيبتي، احسن الله لك العزاء. بعد روح قرايات وسبايا بالشارع حبيبتي، مستقبلين الزوار على الشارع حبيبتي، الحمد لله والشكر بعد عمري حبيبتي. احسن الله لكم الاجر والثواب بهذا المصاب الجلل.
عيني حبيبتي ام رياض، شلون اساعدك؟ بعد عمرك تساعديني على ام الزهراء وامير. تمام. مولود الجوزاء، جوزاء امير وزهراء مولود برج العذراء. ما اعرف شدت عليها البيبان فد مره. تعي. الجوزاء منو؟ امير؟ امير ابن فاطمه. اي. امير؟ ابن فاطمه. تمام. وزهراء؟ زهراء بنت فاطمه العذراء. تمام. شوفي احنا اذا نتحدث عن العذراء فنقول أي. العذراء اكو افلاك حبيبتي ام رياض. اي اكو أي. افلاك شويه قطعت السبل عن هاي المولوده، يعني يوصل النصيب خلينا نقول او توصل المساله حلوه معاها، لكن هناك أي. وشوفي يعني احنا اليوم هو حاله مفاجئه انه الزحل ينتقل من الدلو الى الحوت. أي. صار قران أي. عندنا الزهره والحوت. يعني قضيه مائيه اليوم. بقدر ما كانت هي قضية مثلا ترابية، هذه النوازل وهذه تقطع الأفلاك عادة من تقطع خلينا نسميه النصيب أو المسائل الإيجابية عن فترات اللي ربما ما تصادف أنه حصلت فيها نصيب. لكن خلي أقول لك قضية للشهر القادم إن شاء الله. أنا بس شوفي هسه العذراء لها ارتباط مع الجوزاء. شوفي بصراحة أنا أكون صريحة خي معمر ام رياض، انا دائما اقول الصراحه في الخير وفي الشر. أي. الخير حتى انتم تتمتعون يا ربي وتستقبلوه، والشر ان شاء الله شر برا وبعيد عنكم انه يعني تتحضروا له او انه تنتبهون لا يصيبكم لا سمح الله مضره. فمن انا اتحدث اليوم العذراء ربما الفترات القادمه راح تكون جدا مناسبه لها وتنفعها الفترات القادمه. شهر الثالث هو شهر جدا ممتاز للعذراء كون لسه افلاك راح تندار. من هي هاي الافلاك اللي راح تنفع العذراء والضر الجوزاء؟ شوفي راح اربط لك بين الاثنين. اي احنا متحدثنا قلنا زحل، وانا يمكن قبل يومين ام رياض لو كنت متابعتني كان عرفتي كنت اتحدث اني عن شنو؟ كنت اتحدث عن مسائل احنا رايحين في حدث مهم. هسه هذا الحدث وين؟ الحدث داده راح يخص موضوع رياض. يخص الجوزاء. يعني على هذا الموضوع الحذر، لان زحل اذا قابل المريخ يعني تدرين شنو خيه باعي خلينا نقول لك وباختصار شديد وما ما اكذب عليك. هذا الولد ضمي بعينك. ايش وقت؟ راح اقول لك الفترات اللي لازم ينتبه لها. مقابله المريخ مع زحل، ايش راح يصير؟ يعني احنا اذا تنبأنا وحكينا ب 23 عن القضايا اللي انا حكيت عنها، قضايا الزلزال، حكيت عن سوريا المنكوبه قولا واحدا، ارجعوا للقطعات راح تشوفوها. هذا الموضوع الولد ينخاف عليه بهذه الفتره، يعني ربما خلينا نشوف بدايه الاسبوع ايش وقت راح يصير. تابعي ويانا. يعني هو عندي سياره يعني شو يصير بي يعني شنو؟ والله خي ام ام ام, أم رياض انا بلغتك كل مواليد الجوزاء قولا واحدا عليهم الانتباه للفترات القادمه، لانه المريخ ومريخ الجوزاء اللي جالس في بيته مع زحل في الحوت راح يصير يعني مقابله. هذا الشهر؟ هذا الشهر؟ لا بعد كم يوم. بعد كم يوم. أي. احنا نرصد يوميا. ليش اقول لكم تابعوني؟ انا ليش دائما من اختم اخلي قطعه؟ والله متابعتش. خيم رياض عينك على الولد. ها ما اقول لك بعد كلش تنتبهين. لان مقابله وهذه انا تدرين شو وقت؟ راح اقول لك ام رياض هذا اليوم يقعد بالبيت يومين او ثلاث ايام ما يطلع بعد. هسه هالايام؟ لا انت تابعوا وياي الحدث، كلكم تابعوا متابعين الكرام، تابعوا وشوفوا القطعات اللي راح احكي عنها. نعم؟ ذكري لي الجوزاء انت دائما من بالبرامج. تدرين ليش اذكر الجوزاء؟ ليش اذكر الجوزاء؟ أي. هو بيت القصيد. أي. هذا الجوزاء ومريخ الجوزاء أي. هو سوان الهزات الارضيه، وانا حكيت ارجعوا بالفترات وشوفوا قطعاتي، حكيت حتى عن سوريا، حتى عن تركيا، حتى عن كثير من التفاصيل، عن حتى عن المنطاد الصيني وعدا امريكا أي. والصين اللي راح يصير، هواي تفاصيل حكيتها. من هو كان؟ هو مريخ الجوزاء دادا ام رياض. تمام؟ يا حبيبه. فعيوني عينك على وليداتك، انتبهي الفترات القادمه، ما اروعكم ولا اخوفكم، بس حتى شنو؟ حتى بس تنتبهون. احنا يمكن يمكن اذا كنت متابعه ويانا احنا فقدنا شخص من كادرنا في وقتها كان صحيح. هو مواجهه مع القوس فالولد اللي صحيح. كان معانا خطيه فقدناه بنفس المواجهه اللي حصلت. اسم الله لا بأس الف لا بأس عليكم تتفهمين؟ فهذه المواجهات صحيح. اللي في القوس كانت سبب ادت بحياه يعني شخص من كادرنا صحيح. وعنصر كلش مهم معانا، فكانت نفس المواجهه عليك الانتباه. بالفترات القادمه انتم تابعونا متابعينا الكرام حتى نقول لكم المقابلات من وين راح تبدي، لان هي نوازل ما نعرف النوازل كيف راح تتمثل. تمام؟ صحيح.
صحيح تمام. فانا هسه ما خرعتش من رياض، انا ما قاعده اخوفك، بس اقول لك اكو حدث مهم، اكو حدث مهم لازم شو نسوي؟ عيننا على اولادنا، عيننا على احبائنا، عيننا ونبلغ كل الابراج. هو الساتر رب العالمين. ونعمه بالله، ونعمه بالله. اصلا 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 شوفي ام رياض، الامام الكاظم عليه السلام كان هو ادرى بعلم النجوم، فلما حكى معاه هارون الرشيد قال له اولاد فاطمه انتم ادرى بعلم النجوم، شو تشوف؟ قال له اعطيني الامان، قال له اعطيتك الامان، قال له انت تموت لكن انا قبلك. يعني الامام الكاظم كان ادرى بعلم النجوم، زين هو كان يعني هو منو كلم الله؟ موسى كلم الله، هل كان الامام الكاظم يكلم الله؟ طيب شلون عرف الامام الكاظم انه راح يعني يستشهد ومن بعد هارون الرشيد؟ ما هو علم نجوم، هذا هم كانوا اهل زمانهم، فكانوا يقيسون بهذه المسافات، ونحن اعطيناكم دلائل وبراهين عن هذا الموضوع. لذلك ان شاء الله الامن والامان والسلام، لكن هي فترات مهمه يا حبيبتي، فترات مهمه يعني علينا الانتباه لاولادنا واحبائنا. نعم هذا الشهر، هذا الشهر برج الجوزاء يعني علينا انتباه ما يطلع مو؟ لا لا ركزي، مو هذا الشهر، هاي اليومين الثلاثه رائبتي ابدوا تابعونا حتى تعرفون وين المحلات، وين الفترات، ومن هي الاوقات المهمه اللي عليكم الانتباه بها. تمام الجوزاء، للجوزاء هو الجوزاء هذا المريخ مالته راح يتقابل ويا زحل، الله اعلم ايش راح يصير، وقد نشهد اقامه جبريه ثانيه، ربما يظهر وباء اخر نفس اللي تحدثنا عنه سابقا اللي هو كورونا، لانه هو زحل الى حل في محله مائيه وحدها كون فيروس. زين اذا تقابل مع المريخ شو يسوي؟ الله الحافظ. لا جدة احكي الله الحافظ متابعينا، الله الحافظ ايوه ونعمه بالله. بس ايش وقت خي ام رياض؟ شوفي مو كل الافلاك ترتفع، دائما احنا نفرح، مو كل الافلاك ترتفع خير، ولا كل الافلاك تتراجع شر. اذا تراجعت الافلاك استقرت الارض، 1/4 تستقر الارض من كل الضغوطات اللي نعانيها احنا هسه، هاي سببها الارتفاعات يعني. تمام؟ اي تمام. فما تقلقين خيي، قولي يا الله، بس ترى رياض عنده زواج، انتبهي. يعني في حاله امير، امير عفوا امير، امير أمير يعني معاه قران، معاه شيء، معاه عقد، معاه كتابة حلوة، يشهد شيء هذا المولود. أنا راح على مارة أود أشوفها زينة مو زينة. شلون يعني يخيم رياض صح؟ يا روحي والله. شوفي طلعت لك السر. على الخير، على الخير والبركة، حلوة أموره ممتازة. يعني شوفي أنا انطيت أول مرة انطيت الحذر، لكن خفيت المواضيع ما سولفنا عنها. نحكي عن التفاصيل الإيجابية اليوم، إيه تفاصيل جدا حلوة لمولود الجوزاء، يحظى بمال، يحظى بشهرة، يحظى بأحباء حلوين، يحظى بأولاد، لكن عليه الانتباه فقط من مقابلة زحل في الحوت مع المريخ المرتفع في بيته. تمام خية؟ تمام يا حبيبتي. عيوني مرياض، شكرا جزيلا لاتصالك الغالي. تابعينا خير ان شاء الله. تابعتك والله تابعتك. اي حتى تعرفين من وين تنتبهين يعني لرياض. عفوا لي امير. طيب اذا متابعينا الكرام بعدنا متواصلين وياكم. قلتنا في اتصال هاتفي اخر ايضا. الو 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 صباح العافيه. صباح الخير. مية هلا ومرحبا حبيبتي. شوفوا موالي عزيزتي. الو ابتعدينا من التلفزيون يا الغاليه. شوفوا موالي عيني عظم الله لكم الاجر والثواب حبايبي. ميس الامير معاكم. الو الو طيب الو حبايبي ابتعدونا من التلفزيون لطفا. الو 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 احسن الله لكم الاجر والثواب عيوني. اسال سؤال بتبرزح معليش. يا اهلا يا اهلا وسهلا، منو معانا؟ علي عندي شغله، عندي اختي شوي عقلتها ما اعرف ايش بيها. منو معانا؟ اختي العزيزه سؤال. يعني للاسف الصوت غير واضح متابعينا الكرام. ألو. نبتعد من التلفزيون. ألو. نبتعد من التلفزيون ونسمع من الهاتف لطفا. طيب اتصال هاتفي اخر. الو الو ست ميس. ست ميس عظم الله اجرك. ست ميس عظم الله لكم الاجر والثواب حبايبي. الله يخليك ست ميس. شلونك؟ فدوى لعيونكم عيوني. انتم منو معانا؟
قلبي ست ميس الله يخليك. حبيبتي انت منو معانا؟ وياك ام حيدر من النجف. ام حيدر شلونك خيه؟ عاد قلبي شلون صحتك؟ فدوى لوجهك شلون ام اهل النجف؟ عاد قلبي الله يخليك. شنو هي المراسيم اللي هناك اتخذتوها في هذا اليوم بخصوص يعني وفاه الامام؟ والله المراسيم يعني زيارات وتماثيل وعزيات. احسن الله لكم، احسن الله لكم الاجر والثواب بهذا المصاب. حبيبتي عيوني ام حيدوري تفضلي شلون اساعدك؟ صحت قلبي الله يخليك. عندي ولد مواليد 11. اي اريدك تشوفيني شنو الحاله النفسيه، شنو صحته؟ طيب ايش قد عمره؟ اسمه واسم امه؟ اسمه حيدر، حيدر بن حسنه. زين هذا شوف قد مره يعني ايش قد عمره؟ محيدوري عمره 16 سنه هيك، 16 هيك. تمام زين يلا ام حيدر سمعيني. أيوة. ام حيدر اول الامور هذا هذا الموضوع بساعة الولاده البيش صاير؟ الصبح من 6 الصبح لل 8 تقريبا هيك، من 6 ل 7 8 ما اعرف يعني حتى الطعمه ما اعرف. تمام حبيبتي طيب. هذا المؤثر الرئيسي على هذا طيب. المولود هو ساعة الولاده. تمام؟ ساعة طيب. الولاده، هذا المولود احيانا تشعرين كانه في هو مو نوع من الجنون لا سامح الله، ولا نوع من تلف المخ ولا طيب. ولا شيء من هذا القبيل، لكن ساعة الولاده ساعة عطارد كانت كلش مهمه، لذلك اثرت يعني على بشكل عصبي بشكل تمام؟ طيب. تمام اسمعيني طيب. هذا هو عمره الان تقولين 16 سنه. اي مواليدين 2006. اسمعي إيه. اسمعي هذا بعد ال 19 سنه من عمره راح تستقر إيه. وضعه راح يستقر إيه. ويكون ذو تقوى، ذو دين وتقوى. هذا هو يعني زين بالدين وزياره وهاي، بس هو شنو يعني عصب تمام يعني مو يعني يعني قد يسمع كلام نعم. يعني جاي يعذب بكيف. نعم نعم حبيبتي ام حيدوري ساعه الولاده هي السبب يا عمري. ساعة الولادة، ساعة الولادة للأشخاص اللي يولدون بهذه الأوقات يكونون هالشكل على هالشاكلة هذا، شوفي كلش حرك وعصبي وعنده مساء نعم تمام؟ شنو علاج؟ أي مريض يعني عندي أمعاء دام يشكلني أمعاء أي أي أي، فلذلك يؤثر على منطقة الأمعاء وقد يؤثر على منطقة الدماغ، وقد يكون عندما يكون القمر بدر يكون عنده حالات عصبية كلش شديدة، هذه هي ساعة الولادة. صحيح كلامي؟ شوفي علاج ما اعرف انت تعرفين يعني علاج باعي باعي انت راح باعي الفاتحه سوره الفاتحه اي سوره الفاتحه أي. تمام وله ما سكن في الليل والنهار هذه الايه ايضا الفاتحه شنو بالله عيدي وله ما سكن في الليل والنهار وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه الا الله هذني كلهن رجعي للحلقه مالتنا وشوفي انا شنو قلت وراح تقرايهم على اي ماء يغسل وجهه صباحا لان هذا حتى صفاته تتبدل تمام اي كلش يعني كلش يعني كلش ما ادري معذبني كلش يعني صفاته صفات شكله تحسيه من يعصب يتغير شكله يتغير شكله ويصير عصبي وبعدين من يهدى يقوم يعتذر ويقول انا خي حبيبتي ام حيدور الغاليه هذني تسمعيهن زين وتروحين تقرايهم على ماء يغسل وجهه صباحا ويشرب عيوني 7 ايام 17 يوم 70 يوم الى ان يستقر الوضع عنده طبعا هذا مسكن ما في شيء اسمه علاج ساعه الولاده يا اخوان جدا مهمه في تحديد الشخصيه وصفات الشخص ايضا تمام ساعه الولاده اللي مولود بهذا الشخص هي اللي تركت له هذه الصفات السلبيه بعد 19 سنه من عمره يهدأ هذا الشخص ويكون صاحب دين او ذو تقوى كبيره جدا واضح هذا الموضوع طبعا متابعينا الكرام احنا بعيدا عن مسائل العمل والماورائيات وهذه التفاصيل ترى علم الافلاك هو يحدد شخصيه الشخص وحتى مسائل حياتية احنا احيانا شو يقول بالامثال الشعبية اللي مكتوبة على الجبين تشوف العين لا ما في هيك شيء لا اسمه حركة النجوم اللي هي لو نرجع لكل تفاصيل العلم راح نعرف انه هذا العلم حدد شخصيات الاشكال او اشكال الشخصيات ورسمها بهذه المرحلة راح يكون هيك بهذه المرحلة كذا هذا المولود راح يصاب بكذا هذا المولود ينجو من كذا وهكذا هي الامور بشكل يعني مباشر عموما شو معنا اتصال هاتفي ولا
طيب ناخذ نستقبل اخر اتصال. نعم الو. السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، عظم الله لك الاجر والثواب. اجمعين ان شاء الله. نعم. العفو ست، انا مواليد 4/89. طيب 80 تمام، تفضل. اي عندي بس الاعمال. يعني الشغل، الصحة. اسم حضرتك؟ مصطفى ابن شذا. مصطفى شذا؟ ابن شذا، اي. تمام، مصطفى ايش قد عمرك؟ 40. 40 العمر كله يا ربي. مصطفى أول مرة تتصلنا؟ اي نعم. من وين تتصلنا مصطفى؟ من بغداد. حي الله البغداد. طيب أخ مصطفى، أنت تسألنا فقط مثلا عن العمل أو طبيعة العمل؟ أموري شوية ما قد تصير عندي، ما جاي تكمل. طيب تمام. والصحة شوية أماكن. أنت كثيف الشعر؟ لا زين خفيف يعني. معايا؟ عفوا. أخ مصطفى. نعم. أخ مصطفى، يعني هي تبدلات للوجوه الثلاثة عموما. قبل أن نبدي بأي تفاصيل الخارطة اللي نتحدث عنها، أنا بس أسأل سؤال، هل هنالك موضوع يتداول بين شركاء معك؟ أي طبعا. صحيح؟ شركاء عمل يعني لو شركاء شنو؟ شوف، هي في شراكة وأنت تتداول كلام أو تأخذ بإرشادات أو تناقش مسائل شراكات. صحيح. تمام؟ أنا دائما أخ مصطفى لو كنتم متابعيني شنو أحكي؟ أحكي إنه الشمس إذا كانت هابطة فتهبط لك، لأنه الشمس هي الحياة، يمثل بعلم الأستروجي هي العالم، تمام؟ والقمر هو نحن، فمنازل القمر لمن تنزل في منازل بهذه الطريقة اليوم بالجدي إلها تفاصيل معينة وإلها تحديدات تخصكم أنتم، فأنا لما قلت لك تناقش المسائل الشراكات فأكيد هذه هي الأمور اللي تعني. الشمس هي سببها، سبب النزول اللي هي الان في الدلو، عاملت لك سكستايل، ربما قطعت عليك ربما الاشواط والتفاصيل. لكن انا اسال سؤال، هل انت مدان باعتذار او بتفصيل كلام؟ مطالب بشيء انت؟ ما ادري والله ما اعرف. طيب على القادم، على القادم انتبه، يعني انتبه مو نوع العلاقات لكن التعامل بالعمل، تمام؟ اوكي هذا واحد. اثنين، الشهر القادم، الشهر القادم هذه الزهرة وهذا الزحل راح ينتقل وين؟ بأعلى نقطة في الحمل، بهذا الموضوع راح تصلح حالك وبدنك في الفترة القادمة اللي خلينا نسميها للشهر القادم، في تفاصيل جدا إيجابية وجميلة. وأيضا ما تنسى مقابلة المريخ وزحل هو الآخر راح يقطع عليك الشوط، يعني ربما الأسبوع القادم أنا كميس أقول ما يصلح لأي عمل لأنه هي مواجهات. تمام؟ معانا؟ أخ مصطفى. عندي سفر. اها، هو هسه انا انتقلت لك للقسم الاخر من مسائل السفر. انتقلت لك الى القسم الاخر من مسائل السفر، معانا؟ وياك. طيب، هذا السفر اللي انت راح تتبعه بهذه الفترات ما منه اي جدوى. راح تروح وراح تمشي، لكن ما منه اي جدوى. وقد يكون الجدوى بالانتظار فقط. يعني يظهر معك زيرو او يظهر معك هذا الرقم. اللي يحذرك او ربما يقول لك هذا السفر او طريق السفر ما من عنده اي نتيجه راح يكون عندك. ليش؟ الافلاك مجتمعه، ونحن دائما نقول في ظل الافلاك المجتمعه او المتقاربه او المتواجهه ما راح يصلح اي عمل. بالعموم توكل على الله، عسى الله يجعل في هذا التاخير هو خيره. يعني عندي سفر هو خارج العراق، يعني غير دوله، وارجع لازم اروح وارجع. يعني اجلي لو اعوف اصلا. والله يا ابن عمي الموضوع يقول مقابلة أفلاك، مقابلة الأفلاك ما تصلح للسفر بالمطلق، ما تصلح للسفر، وإذا حصل السفر فيكون فاضي، فاضي ما في شيء. تمام؟ زين. يعني نحن بالدقائق الأخيرة يا أخ مصطفى لو كنت من البداية كان الموضوع مختلف تماما. والله ست أنا أتمنى، كنت أتمنى بس تعرفين كثرة اتصالات عليكم ما تخليها. يعني في لود، في لود، تعرف أنت العراق كله وأيضا من دول عربية وأجنبية، لذلك يكون دائما ضغط في هذا الموضوع. عموما إذا تحب أنه على بكرة أو بعد بكرة تتصل عيوننا إليك، نبدأ نحكي عن خارطة بهدوء ونحاول أنه نوصل إلى نتيجة قد ترضيك، لأنه نحن بصراحة في الدقائق الأخيرة من عمر الفقرة يعني ما في اليد شيء يعني يا أخ مصطفى. عموما نحن حذرناك من التفاصيل، والقضيه الاهم انه هذه المواجهات، يعني زحل يا اخوان مجتمع مع الزهره،
في برج مائي. يا حفيظ واحفظ يا ربي، خير اللهم خير. تمام، إذن متابعينا الكرام تفاصيل أكثر وحصرية من على شاشتنا أكيد راح تنتظرونا بالفترات القادمة. بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو، أنا وكل معتاد أقولكم مع السلامة.